الآن موضوع عندنا الفلتريشن أو الترشيح. طبعا هذه المرحلة تجي بعد مرحلة الترسيب أو السيدمنتيشن. قلنا السيدمنتيشن تانك ممكن نسميه سيدمنتيشن تانك أو كلاريفاير، حوض ترسيب أو مروق. طبعا عادة الكلاريفاير يتسمى عندما يكون مضافات كيميائية. أرجع وأقول السيكونس مالت التريتمنت، نبدي سكرين، ورا السكرين فلاش ميكسر، ورا الفلاش ميكسر فلوكيوليتر، ورا الفلوكيوليتر يجي عندي سيدمنتيشن تانك، ورا السيدمنتيشن تانك يجي فلتريشن، عملية الترشيح. راح تكون عملية الترشيح نشرحها بطريقة شلون تحدث داخل الفلترز أو المرشحات. It is the separation of non-settleable solids from water by passing it through a porous media. هي عملية فصل الدقائق الغير مترسبة من الماء. طبعا غير مترسبة وين؟ بحوض الترسيب. مو قلنا اكو قسم ما تزال من نسبة 100% ونضيف لها مخثرات مواد كيميائية وغيرها، هم تبقى بعض الدقائق الصغيرة جدا. راح نمررها من خلال وسط مسامي لغرض التخلص من عدها. راح نشوف بالرسم هذا، هاي البارتيكلز الخضراء مرسومة، هي عبارة عن دقائق الميديوم. راح يكون مثلا عندنا الأوساط طبعا، وممكن رمل كوسط مرشح كفلتر رملي، أو ممكن مواد بلاستيكية أو مرشحات ورقية وغيرها. عادة احنا يا ما بالمحطات المشاريع الضخمة تكون يا اما رمل تدرجات خاصة ومن نوعية عالية الجودة، و ايضا ممكن مواد بلاستيكيه. راح نشوف بالرسم هذا بالاعلى، المي من فوق جاي، الاسهم الزرقاء بها هاي الدوتد لاين السوداء، هي الدقائق العالقه اللي هي التربد ووتر، الماء العكر، يتاخذوا بتجربه بالصحيه قياسه. ساند بارتيكلز مؤشره خضراء، فيري فاين سوليدز هاي الدوائر مؤشره. راح ينزل لي جوا، من يمر خلال وسط المسام الرمل هاي الدقائق الخضراء، راح تشوفون هاي بارتيكلز السوداء العالقة بالمي، ويا المي راح تلتصق بالرمل وراح تخرج اسهم زرقاء تكون ماء صافي. طبعا مي صافي مو صالح للشرب لان يعني بعده ما معقم، كلير ووتر نسميه، مكتوب هنا عندنا كلير ووتر. هاي الاسهم الزرقاء هي المي اللي عابر من خلال عملية الترشيح. سرعة المي العابر هاي بالازرق مكتوب V sub F، يعني filtration velocity أو velocity of filtration. الأسهم الحمراء العكس هي تشوفون جريانها اللي فوق، B backwash للغسل، V sub B. إذا عندي سرعتين هنا، شوية راح يختلف المصطلح. نجي ناخذها بالتفاصيل، فقط ردنا نعرف بالفلتريشن هاي الزرقاء، بالغسل الفلتر أو المرشح يكون backwashing. types of filter على اليسرى، جرافيتي فلترز مرشحات باستخدام الجاذبيه الارضيه، يعني نخلي مي من فوق يترشح. سلو ساند فلترز عندنا، ورابيد ساند فلتر مرشحات الرمل البطيئه والسريعه. هاي البطيئه هي موديل اقدم، كفاءتها قليله، يحتاجها استبدال مو غسل، فمكلفه عاده وتحتاج لها مساحات كبيره. رابيد ساند فلتر هي مرشحات مودرن حديثه، نقدر نستغل الرمل في عملية ترشيح أكثر من مرة إلى فترة طويلة. النوع الثاني بريشر فلترز اللي هي مثل موجود النوع بالمسابح وغيره، باستخدام ضغط أو مضخات، تكون هاي صغيرة وبها فلوريت عالي. أنثروسايت فلترز هي مثل المرشحات الكربونية كوسط، ممكن مواد بلاستيكية متدرجة على كربونية، ممكن هواية ميديوم. والدول فلترز اللي هي تشتمل على الانثروسايد والساند، يعني طبقتين. سعدنا فلتريشن may also remove color, taste, iron and manganese. الفلتريشن ايضا يزيل اللون والطعم والحديد والمنغنيز. فلتريشن ريت VF تعريفها اللي هاي قلنا عليها فوق، the velocity of flow inside the pores خلال المسامه. شلون السيبج فيلوسيتي بالتربه اللي المفروض تاخذوها هسه؟ راح تكون كيو اف على اي. ليش قلنا عندنا مصطلح اف؟ لان يعني عندي اكثر من، عندي ديسشارج ما غير شيء. حاليا احنا شغل المرشح هو فلتريشن، اذا كيو فلتريشن على الاريا مالت الساند فلتر مرشح الرملي راح تكون في اف. البي باك ووش رايت في بي ذا فيلوسيتي اوف كليننج، هي سرعه الغسل راح تكون عكسيه اتجاهها من الاسفل للاعلى. عندنا هذا الجدول الحقيقة هو للاطلاع وليس للحفظ، سلو فلترز ورابيد فلترز.
حنشوف مقارنة، هذا ليس للحفظ فقط، اطلع. One meter of sand of fine sand, one layer strata of sand and gravel، طبقات. Washing remove the sand layer or clean it، هذا ما بي wash، غسل فقط، نطلعها ننظفها او نبدله. Washing use back wash، اذا هذا ينغسل الرابد. No treatment used but turbidity من 50 الى 60 NTU، وحداتها مخذوها بالمختبر، يعني هذا يستخدم نظام قديم بدون معالجة، كانت نظام معالجة بدائي يسووه slow sand filters. Use treatment before it، اللي هي نستخدم sedimentation و flocculation وغيرها. High quality، الرمل نوعية عالية الجودة جدا، وبالتالي راح تكون تكون مكلفة وغير اقتصادية. Depend on specification، الجو area big area small، مساحة أيضا. volume small، هذا volume big بحيث ما بي مساحات. filtration velocity 3 meter per day، filtration velocity من 120 إلى 200 meter per day، لذلك سميناه rapid sand filter، سريع. اثنيناتهم عملية الترشيح باي جرافيتي بدون مضخات، من فوق ينزل المي ويدخل بالرمل وينزل يطلع مي صافي. هسه عدنا نشرح آلية عمل المرشحات الرملية السريعة Rapid Sand Filter، نختصرها RSF. راح تشوفون شكل هذا على اليمين، موجود طبعا بالكتاب. راح تشوفون بالأخضر هو المرشح الرملي، راح يكون بطبقات. هذه المرسومة واحد مكتوبة بالأحمر على الرسم، 1 2 3 4 5 على اليسار مكتوبة كل واحدة ايش تعني. أول شيء 1 اللي بالأسفل دائرة حمراء أندر درين سيستم، هي عبارة عن شبكة أنابيب تجمع المي المترشح من الأعلى. 2 طبقة الخشنة تشوفوها مرسومة دوائر كبار، جرابل حصل من 400 إلى 600 ملم قطرة، رو اس 1600. الطبقة اللي ورا الدوتد لاين بالأخضر الثالثة هي ساند، إذا حصل بعدين رمل من 600 إلى 900 ملي متر، efficient diameter دي 10.45 إلى 0.55، head loss أيضا مسجل، uniformity coefficient دي 60 على دي 10 1.6 إلى 1.7. 4 الكليرنس، هاي فراغ حتى بعدين يتجمع المي وينزل. 5 نشوفها ترف، هي عبارة عن قناة، طبعا راح تشوفون بالمي الصافي ينزل بخزان أسفل يتجمع، أو ممكن بخزان ثاني أبعد مسافة. هاي 1 2 3 4 5. Objective of the sand media، هذا مو للحفظ، للاطلاع. Course to retain large quantity of flocks، fine to prevent passage of fine suspended solids، deep to allow long filter runs، graded to permit backwash، أيضا متدرج حتى يصير في عملية غسل. filtration process، العملية شلون راح تتم. هذا رسم 3D أو isometric، راح نشوف هذا الدوتد لاين الجو البي أزرق هو المرشح الرملي، والجانب اللي عليه هو التكملة مال السيرفس اريا، هي فقط المساحة اللي تصير بها عملية ترشيح. يقول open valve A، اللي فوق عندي valve A، ندخل انلت المي يدخل، نرجع تباعون الرسم من valve A يدخل يملي يصعد لي فوق، هذا الازرق يصعد يبدي يدخل على المكان البي دوتد لاين اخضر اللي هو المرشح الرملي، لن يدخل من هاي القناة. بعد ما يتم عملية الترشيح open valve D و E، الدي والاي، هذا الاي يصعد اليفيتد تانك لاغراض الغسل اذا اكو اليفيتد تانك او بمضخه، الدي ينزل لي جوا مي صافي وليس قلنا صالح للشرب، ستورج تانك بعد الترشيح. كلوز فالف اي افتر فيلينج ذا اليفيتد تانك، فالف اي ينسد حتى هذا التانك مال غسل. اف ذا ستورج تانك هاز فيلد اوبن سي، اذا ملت هذا نفتح سي، هو ويستد المي الزايد يطلع من عنده. هاي عملية الترشيح. عملية الباك ووش الغسل راح نشوف جواها، يقول كلوز اول ذا فالفز، كلها سدها. اوبن فالف اي، فالف اي اللي هو جاي من الاليفيتد ستورج تانك بالعكس بالضغط راح نفتحها ويصعد المي بدي، هذا تشوفون المي على اليسرى اللي جاي، هذا يصعد المي بالكليرنس، واكو قنوات
ينزل بالساقية مرة تلخ، الويستد راح يروح أيضا open valve B قلنا، حتى شنو الويستد كله يروح الويستد valve B. نوت عندنا after back washing the filter close all valve and then open valve C before filtration، حتى يدب الزايد ورا ما نسده يتوشل من المي ونرجع نبدي عملية لخ. طبعا أول شيء عملية فلتريشن من فوق المي، بعدين من يبدي ينسد المسامات مع الرمل ينسد الهيد لوس يصير بي عالي، نسد البالبات هاي اللي داخل ونفتح الباب مع الغسل، ينزل مي بضغط عالي بالعكس ويصعد لي فوق، يصعد الرمل والحصو يغسل من الدقائق العالقة ويروح للساقية الجولت هاي المكتوبة، ويرجع نسوي له درين من البي فالف بي هذا المكتوبة. هاي يعني شرح مبسط وموجود بالكتاب تفاصيله. الآن عندنا المعادلات اللي نحسب من عدها، يعني طبعا للحفظ المكتوبة بالأحمر، كيو اف هي كيو فلتريشن كيو تي على ان. شنو الكيو تي؟ التوتال فلو ريت الداخله للمرشحات، طبعا بالمحطات عندنا مو مرشح واحد فلتر واحد، مجموعه فلاتر قد تكون 4 6 8 12 حسب الموجود. كيو تي هو الكيو الكلي الداخل للفلاتر من مرحله الترسيب، على ان هو عدد الفلاتر، كيو توتال على ان عدد الفلاتر اللي تشتغل. كيو اف كيو اف يعني فلتريشن لفلتر واحد لمرشح واحد، يساوي الكيو الداخل الكلي على عدد الفلاتر. الفي اف للفلتريشن ايضا كيو فلتر على اي اس السيرفس اريا اوف ذا فلتر. الجو الواي يساوي 1.73 بين قوسين كبيره تحت الجذر التكعيب، كيو سمول تربيع على جي في البي تربيع. كيو سمول هي باك ووش، اذا هذه الواي لها علاقه بالغسل مو بالفلتريشن، رجاء القانون اللي فوق لها علاقه بالفلتريشن، هاي بالرسم السرعه الاسهم الزرقاء، اما قلنا الفي باك ووش وغيرها بالحمراء ما الغسل، هاي الواي لها علاقه، هاي قناه التجميع قلنا لي فوق من يرتفع الرمل بالغسل المي الوسخ او اللي صاير بيه دقائق يبدي يتجمع بهاي القناه. الباكورد ديسشارج اوف وان اترف قناه واحده، هاي اللي تشوفوها واي بالبي بالازرق، وحداته هنا متر تكعيب بير سكند، الواي بالمتر ارتفاعه وبي. هذه الساقيه القناه، هذا سايد فيو. التوب فيو باعوا كاتب لكم الجو عباره عن ال في الدبليو ابعاد المرشح، وهاي على اليسرى اللي صاير عمودي الفراغ هاي الجولت اللي نجمع بيها. كيو اف ديسشارج اوف وان فلتر في اف فلتريشن ريت في بي باك ووش ريت. نجي هذا اللي تشوفون على اليمين جوه بالاسهم حمر ال 1 متر 1 متر وغيره، راح نشوف اف دبليو عرض الفلتر دبليو يساوي 4 متر، لازم احنا باعوا انتبهوا فوق بالرسم الازرق اكو دي ماكس، الدي هي المسافه بين الترف والحافه، ماكسيمم سنتر تو سنتر متر، متر من جهتين، اذا الترف اللي تجمع قناه الماء بعد الغسل هاي للغسل راح تكون يمينها ويسارها لازم اكو متر، ممكن اكثر من قناه. شوفوا هذا الجو بي اسهم حمر على اليمين، هذا مرشح طوله ال وبي قناتين، باعوا الاسهم الحمر كل وحده من جهتين تجمع المي، هذا بعد الغسل الرفع مو للترشيح لاغراض الصيانه والتنظيف، باعوا الفرق كل وحده يمينها يسارها اكو 1 متر. إذا دبليو 2 متر معناها عندي قناة واحدة، ليش؟ لأن كل قناة ترافي يراد لها يسار يمين 1 متر تجمع. اف دبليو 4 متر الكيو شو تساوي اسمه؟ في باك ووش، قلنا سرعة الغسل في اي اس مساحة الحوض نمبر اوف ترافس عدد ترافس، هذا الكيو ايش قد؟ 2 3 4 الكيو سمول هي لكل قناة تراف، في السرعة في الاريا هي قلنا الفي بالاريا على عدد الترافس القنوات، في في الـ في الاي اس شلون كانه نقول سرعه الكيو للباك ووش، ضربنا الفي باك ووش غير الفي اف، هاي قلنا من الخزان سريع العلوي وتصعد المي تغسله بقوه، مساحه الفلتر سرعه الغسل على عدد القنوات اللي تنغسل الكيو سمول تطلع لكل قناه. اند اف بي دبليو يساوي 2 متر معناها عندي ما عندي نمبر اوف ترافس بس وحده اقسم على واحد، في بي في ال في الدبليو ايش قد راح يطلع لي 2
لانها تراف واحده معناها من اثنين، لان كل تراف قناه يراد لها متر بمتر عرض. سعه خزان اليفيشن تانك الفوق اللي مستخدمه للغسل او كميه المي يساوي فوليوم اوف واشنج ووتر، حجم المي المطلوب للغسل. شو يساوي؟ في بي في الاي اس سرعه الغسل في مساحه الفلتر في التايم مده الغسل ايش قد تطول 5 دقائق 10 حسب. في نمبر اوف فلترز، نمبر اوف فلترز اللي تنغسل مو العدد الكلي للترشيح، يعني احنا قلنا الفلاتر تبدي تنسد، نقول عندي 6 فلاتر بالمحطه دي يدخلها كيو توتال، عندي كل فتره اغسل فلترين يبقى 4 يشتغلن، اذا هنا النمبر اوف فلترز مو ذاك النمبر اللي فوق اللي قلنا كيو الفي اف يساوي كيو توتال على ان سمول، ان سمول ذيك اللي فوق لها علاقه بعدد الفلاتر كلها تشتغل، هنا نمبر اوف فلترز اللي تنغسل، يعني هذا الاليفيتد تانك للغسل فقط، اذا مثلا قلنا 6 فلاتر 2 تنغسل، اذا نقول في بي في اي اس في التايم في نمبر 2 المطلوب غسلها، واشنج تايم عاده من 5 الى 15 دقيقه ننطي عاده، اذا ما ننطي تختارون هذا الوقت من 5 دقائق الى ربع ساعه. نمبر اوف فلترز هاي بالاسود ملاحظه نمبر اوف بينج واشد اللي تنغسل مو النمبر ذاك الكلي، رجاء انتبهوا على هاي الملاحظه المهمه. عندنا هسه الباك واش بروسيس عمليه الغسل، انتبهوا اكو قانون شي يقول اتش اي على اتش يساوي 1 ناقص اي على 1 ناقص اي بار، انتبهوا على الرسم من هناك اكسباندد بيت، قلنا بدنا نسوي عملية باك واش غسل راح يبدي يرتفع الرمل والحصو راح يتمدد البيد يتمدد عمودي طبعا لان الفراغ من الاعلى، باعوا كان بالرسم اتش صار اتش اي اكسباندد وير اتش اي هايت اوف اكسباندد بيد ارتفاع اتش هايت اوف ساند فلتر قبل الارتفاع اي بوروسيتي اوف ساند فلتر في بي باك واش ريت هنا في السيتلينج فيلوسيتي اوف ذا بارتيكلز الساند اي بار بوروسيتي اوف اكسباندد بيد عندي اتش اي على اتش قلنا 1 ناقص اي على 1 ناقص اي بار، الاي بار هو الاكسباندد بيد البوروسيتي راح تتغير من يتمدد، الاي بار شو تساوي؟ في باك واش على في سيتلنج، السيتلنج هي مال رمل بعد توقف عمليه الغسل، السرعه مالته للاس 0.22 هاي القوانين تحفظوها. عندي الاوبريشنال بروبلمز ان فلترز ايضا هاي مطلوبه من عندكم تحفظوها بالامتحان، اير بايندنج يصير فراغات هواء يملي الرمل فما يفوت بيه المي، مرات يكون مليان هواء مضغوط بداخله محصور فما يطلع فالفلوسر قليل، ماد اكيوميليشن تجمع الاطيان. اذا يبقى يتجمع ينسد الفلتر ويطفح، لذلك من يريد يطفح عندي هيد لوس يصير عالي اسوي باك واش واغسله، الجريان العكسي الغسل، وعندي ساند انكرستيشن يتكلس باستخدام بسبب استخدام النورة سي اي او تو انكريز الكالينيتي ان سيدمنتيشن تانك يسبب تكلس دقائق الرمل، فهاي الثلاث مشاكل تشغيليه مطلوبه بالامتحان تحفظوها. عندنا مثال ناخذه توضيح يقول A treatment plant uses 12 RSF 12 rapid sand filter of capacity of 4000 متر تكعيب بير داي فور ايتش فلتر، اذا هاي لكل فلتر تمثل كيو اف، كيو كابيتال طبعا مال فلتر اف مو كيو توتال، كيو توتال هي ال 4000 في 12، the filtration rate في اف هاي filtration 160 and back wash rate is 864 متر بير داي، شوفوا الباك واش الفي بي كلش اعلى من الفي اف، ليش؟ لان حتى تطرد الدقائق العالقه بالرمل وتغسله، للغسل يحتاج سرعه اعلى. Each filter is designed with two troughs كاتب انه of square cross section قناتين تجمع هاي للغسل. Fine. L and W for each filter طول بعرض يريد. Dimension of the trough ابعاد الترف قناه تجميع المي بعد الغسل الماء ال wasted. Free capacity of elevated tank in cubic meter for washing two filters for 5 minutes. سعة خزان الغسل بالمتر المكعب المطلوبة لغسل فلترين لخمسة دقائق. نجي VF شو يساوي الحل؟ يساوي QF على AS. الـ AS شو يساوي؟ QF على VF 4000 على 160، هذا VF معنى على الفلتريشن، إذا مساحة المرشح الواحد 25 متر مربع، اعطاني فالتلميح قال لي 2 ترافس.
الكل فلتر، تو ترافس، كل تراف يراد لها يمين يسار 1 متر، اثنين هي اذا يصير دبليو 4 متر حسب الرسم اللي مرسوم. اذا تشوفون المؤشر هاشت هذا بالاسود، هاي لكل تراف وحده يراد لها 1 متر سنتر لاين 1 متر، فاثنين باثنين كل وحده يراد لها 2 4 متر. عندي المساحه 25 قسمها على 4 طلع لي 6 وربع طول الفلتر، عرضه 4 طول 6 وربع. يريد دايمنشن اوف ذا تراف، ابعاد التراف. التراف لها علاقه بالباك واش مو بالفلتريشن، قلنا كيو سمول للترف الوحده تساوي في باك واش في الاريا اس مالت الفلتر على نمبر اوف ترافس، عدد الترافس الموجوده بالفلتر الواحد. من 164 ناطي 25 مساحه، عدد التراف كاتب انه 2 في تحويل وحدات 24 60 60 طلع 0.125 كيوبيك متر بير سكند. هاي شنو للتراف الناتجه من الغسل من الباك واش، اي شيء بيه تراف لازم نستخدم الفي باك واش. زين، ارتفاع التراف عندي القانون الواي يساوي 1.73 تحت الجذر تكعيب، كيو تربيع على جي بي تربيع. ارفع الجذر التكعيب اكعب، واي تكعيب يساوي 1.73 كيو تربيع على جي واي تربيع. هنا حطيت بمكان البي تربيع واي تربيع بالقانون، ليش؟ لان قال سكوير كروس سكشن، يعني الواي يساوي البي. من يقول سكوير كروس سكشن؟ يعني الارتفاع يساوي العرض، فعوضت بمكان البي تربيع بواي تربيع وشلت الجذر كعبت، طلع عندي واي اس 5 يساوي 1.73 كيو تربيع على 9.8. واي اس 5 عوضت بسطت طلع عندي الواي يساوي 0.38 متر 38 سنتيمتر، بما انه الواي يساوي بي سكوير كروس سكشن اذا البي 0.38. هاي الكروس سكشن مالت قناه التجميع المي بعد الغسل، المي الملوث اللي بيه مواد عالقه. الثالث الطلب كاباسيتي اوف اليفيتد تانك ان كيوبيك متر فور واشنج تو باك واش. كاباسيتي اوف تانك شو تساوي؟ الفي باك واش، لان هذا الخزان للغسل. في باك واش في الاي اس مساحة الفلتر في مدة الغسل 5 دقائق، عوض حولنا 60 24 تحويل وحدات، لأن ذاك بير داي هذا 5 منت حولناها إلى داي. في عدد الفلاتر اللي تنغسل في وقت واحد 2، طلع عندي أحتاج 150 متر مكعب من الماء للخزن لغرض غسل فلترين لمدة 5 دقائق. الآن كيفية حساب كفاءة المرشح، فلتر افشنسي. فلتر efficiency يساوي E R E على R نوت، ما يساوي U U F R V U B B W over V U F R V. هذا مصطلح هذا للحفظ أيضا. E filter efficiency، R E effective filtration rate، وحداته متر تكعيب لكل متر مربع من مساحة الفلتر اللي هي A S per hour. Operation filtration rate R O متر تكعيب على متر تربيع hour نفس الشيء. UFRV unit filter run volume، UBWV unit backwash volume. إذا هذا الF للفلتر run volume الفلتريشن، والثاني UB من الرمز واحد F واحد B الثاني للباكوش، لتر على المتر المربع من المساحة وحداته بهالشكل. ناخذ مثال توضيحي، يقول Arabic sand filter operating at 9 متر تكعيب per متر تربيع per hour for 46 hours. ليش 46؟ يعني 46 ساعة ورا يحتاج غسل. After this filter run 12000 لتر لكل متر مربع of backwash water is used. Find the filter efficiency. هاي شوية ممسوحة، هي كفاءة المرشح. يحتاج إذا لكل متر مربع من مساحته 12000 لتر للغسل. R not الاوبريشن شي يساوي 9 متر تكعيب كذا في 46، اذا يطلع لي طبعا بير متر تكعيب بير اور 46 ساعه راح يطلع لي 414 متر مكعب يصفي كانه لكل متر مربع من مساحه المرشح. يعني كل متر مربع من اي اس مساحه الفلتر يصفي لي 414 متر تكعيب، ينضربناه في 46 ساعه. R E شي يساوي 414 اللي هو operation ناقصا 12000 لتر في 10 ناقص 3، هاي شنو 12000؟ يعني هو دا يصفي 414 متر مكعب بس يحتاج من عندها 12000 لتر
لغرض الغسل الباكوش حتى نشوف كفاءته. زين، الافكتيف فلتريشن هي حقيقه مو الاوبريشن، التشغيل الكلي. الافكتيف الفعاله هي ما تم تصفيته الكلي ناقصا اللي احتاجه للغسل. 12000 اقسمها على 1000 حتى احولها من 12000 لتر الى ما تصير 12 متر تكعيب لكل متر تربيع، يعني احتاج لكل متر مربع من مساحه المرشح الى 12 متر مكعب غسل. طلعت لي شقد الكلي ناقصا المطلوب للغسل 402. Efficiency يساوي الاوبريشن. هنا بالعكس الافشنسي مالته اللي هو الافكتيف، هذا هنا مكتوب بالعكس، يا ريت تصححوا الافكتيف ار اي على ار نوت، يعني القانون مكتوب بالخطا بالسؤال سهوا، تكتبوه ار اي على ار نوت. ار اي هو 402 على 414، يعني طلع لي 0.97 ما يعادل اضربه في 100 يطلع لي 97%. خلاصه الموضوع، حسبت كميه المي اللي طلعها الفلتر الكليه لكل متر مربع، وحسبت كمية المي بالمتر المكعب اللي يحتاجها للغسل لكل متر مربع من مساحته، قسمت المتبقي الصافي اللي هو effective شي يساوي الكلي ناقصا اللي استخدمته للغسل والصيانة، راح يطلع لي الحقيقي الافكتيف ار اي الفعال. قسمت الار اي على ار نوت، هاي قلنا هنا مكتوب بالعكس، طلع لي الافكتيف على الكلية يطلع لي كفاءته، إذا 97% كفاءته، 3% رايحة للغسل. هذه فكرة الإفشنسي مالته إذا مطلوبة.